خالد القحطاني أجب بسرعة، يقول لك متى يعلن الهلال عن صفقة؟ أتوقع المفروض في خلال اليومين القادمة أبو بدر، وفي صفقة ثانية على حد اعتقادي في الشتاء، هي أكبر بكثير من الصفقة اللي بتعلن قريب. سلمان الفرج ممكن يجي يطلع من الهلال؟ ما عن نفسي بدر ما كقراءة ما أتوقع صراحة، لأنه أنسب مكان لسلمان الفرج هو الهلال، وسلمان مثل ما ذكرت سابقا كان عنده عرض أفضل بكثير من الجزيرة الإماراتي ومن الأهلي، ومع ذلك فضل الهلال. حمد المنتشري.